بعد الإفطار ولا قبل السحور؟ إمتى لازم ناخد دواء الغدة؟ هاي، أنا دكتور سارة البابا، طبيبة عائلة. وبما أنه شهر رمضان المبارك صار قريب، حبيت بهالكم حلقة الجايين من فيتامين أونلاين نحكي عن كيف فينا نتعامل مع الأمراض المزمنة الشائعة بشهر رمضان المبارك، كيف لازم ناخد الأدوية. بحلقة اليوم رح نحكي عن موضوع كسل الغدة الدرقية أو الهايبوثايرويدزم. الغدة الدرقية أو الثايرويد جلاند هي الغدة الموجودة بالرقبة، وكسلها هو مرض مزمن شائع من عوارضه التعب، الخمول، ضعف بالشعر أو بالضفير، عدم القدرة على تحمل البرد. وعلاجه هو علاج هرموني بيتاخد مثل حبة كل يوم الصبح على الريق قبل الأكل بنص ساعة لساعة، لأنه هيدا الهرمون أو الدواء كتير كتير بيتأثر بالأكل وبيضعف كتير امتصاصه إذا أخذناه دغري مع الأكل. كرمال هيك بشهر رمضان المبارك كتير من المرضى بياخدوا الدواء على الإفطار، وأكيد ما فيهم ينطروا ساعة لحتى يأكلوا، فبياخدوه دغري مع الأكل، وهيدا الشي بيؤدي لمستويات متدنية من هرمون الغدة خلال شهر رمضان المبارك، فبتتخربط مستويات هيدا الهرمون وبحسوا بعوارض التعب. أثبتت الدراسات إنه أفضل وقت لناخد دواء الغدة بشهر رمضان المبارك هو يا قبل السحور بنص ساعة، يعني من فيق بناخد الدواء بننطر نص ساعة بعدين بنتسحر، أو فينا بس نفيق قبل، يعني نفيق على السحور ناخدها إذا ما كنا بنتسحر وخلص. وكمان في أوبشن تاني أو اختيار تاني، في المريض ياخد دواء الغدة دغري قبل النوم على شرط إنه يكون صار له ساعتين مش آكل. ما في داعي أبداً إنه نغير الدوز أو جرعة دواء الغدة خلال شهر رمضان المبارك، ولكن لازم ننتبه لإمتى عم ناخد هيدا الدواء. وأكيد دايماً ما تنسوا تحكوا مع طبيب العائلة إذا عندكم أي سؤال عن كيف تنظموا أدويتكم خلال شهر رمضان المبارك. بتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم من فيتامين أونلاين. إذا عندكم أي أسئلة اكتبوا لنا إياها بالتعليقات، وما تنسوا تعملوا لنا فولو على برنامجنا على ستارت أب مينت. شوفكن أسبوع الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد من فيتامين أونلاين. ومن هلأ لوقتها بتمنى لكم صوم مبارك وأجواء رمضانية حلوة حتى لو حندل بالبيت.